الرمال الذهبية لشواطئ عناب الخلابة، تفضل العديد من العائلات وحتى الأصدقاء إقامة مائدة الإفطار قبالة البحر في ظاهرة تكثر خلال الأسبوع الأخير لرمضان من أجل تكسير الروتين والتمتع بالنسيم العليل في أجواء عائلية راقية بامتياز تدعو إلى الاعتزاز. يعني اليوم كانت قاعدة أخوية، ما كانش بروغرامية، البارح صلينا تراويح مع بعضنا، قلنا يعني رمضان راح يخرج وعليه ما نديروش إفطار جماعي في البحر، احنا أصحاب مع بعضنا وجينا الحمد لله. هي ديما عندنا جو لابيتود ديال الصيام، نخرج نفطروا في البحر، تسمى كوم رانا باسيام دخلا، قلنا بروفيتيو ونقصروا شويه مع الولاد. هادو 10 ايام الاخرين في رمضان بروبوزينا على بعضنا نجيو نفطروا في عناب على البحر، اجواء رمضانيه عائليه الله يبارك. نسا بروغرامينا قعدنا قاعده دي نفطروا مع بعضنا اصحاب في بعضنا، كلنا نقعدوا نقصروا نضحكوا نلعبوا نزهاو. تجربة في الفطور هنا في البحر مليحة بزاف، ننصح كل العائلات هنا في الجزائر ولا في عنابة هنا يخرجوا تجربة هذه مليحة بزاف بروفيتو الماكس إن شاء الله. النزول إلى البحر للإفطار بالشاطئ يتطلب من كل فرد إحضار ما يمكن إحضاره لتزيين الجلسة بكل ما لذ وطاب وتقاسمه مع الأحباب. احنا لما تصحاب درناها في بعضنا، كل واحد مش هبط مضارة، واحد جاري واحد دولمة واحد بوراك كده، لمينا بعضنا خوا وجينا البحر ضبينهم في مليح، كيما نقولوا احنا ناكلوا نضحكوا نلعبوا نلعبوا شوي ديمين ومن بعد تايات وانا سهارة نتمشاو شوي ونروحوا نكسروا شوي على قوتين تاع داركم. رمضان كامل احنا كنفطروا في الدار، قلنا نخرجوا نصحبت نديروا افطار برا. شينا حوايج بركة سامبل هكا، مش قال طيبنا ولا حوايج سامبل هكا، جينا بدل البحر وجبنا معنا ورد وقعدنا. تناول وجبة الافطار في الهواء الطلق بمكان رائع كهذا تجربة جديرة فيها متعة كبيرة. صح افطرتم. صح افطرتم.